خطوة رائعة من سعود السويلم رئيس نادي النصر، يريد أن يمسك إدارة نادي النصر 4 سنوات قادمة، ولا يبقى عنده في الأدراج ملفات قديمة فيها مخالفات وخروقات للأنظمة. فهو بس دقيقة. فهو سعود السويلم يريد أن تكون مرحلة. لا أنت ما قلت لك شكرا على التزامك في الدقيقة. تفضل. مرحلة منعطف في 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 العمل الإداري في نادي النصر، يغادر بعد 4 سنوات أو أكثر، ونادي النصر كل ملفاته في السليم. الملفات القديمة لابد تظهر اليوم حتى نقطة أول السطر بالنسبة لاحترام الأنظمة واحترام وتكون الأمور الإدارية والمالية في نادي النصر كلها وفق تحت مظلة النظام تماما. لا يريد أن يخرج بعد 4 سنوات وتخرج ملفات هو سكت عنها، وتخرج ملفات تحسب عليه هو كرئيس نادي، ربما يتهم في ملفات ما قبله فتحسب عليه. الآن هو يريد تنظيف كل الملفات في النادي وإحالتها لهيئة الرياضة اللي بدورها تحيل هيئة الرقابة والتحقيق، ويمسك النادي بملفات نظيفة تماما، بحيث أنه يكون من هنا تبدأ مرحلة جديدة. ممتاز.